السلام عليكم ليكيب، اليوم جبت لكم افلام اللي تستحق تقييم 10 من 10. قبل ما نبداو ما تنساوش طابوني فلاشان ديالنا وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم لي فيديو الجايين، وديروا جيم فلا فيديو لحقوها 300 جيم. نوليو للفيلم. نبداو بالفيلم الاول اللي هو The Lord of the Rings، فيه زو سوايع و 58 دقيقه. والقصه تاع الفيلم يسعى فرودو واصدقائه للانتصار على ملك الظلام سارومان، اللي يرغب في الاستحواذ على خاتم خارق للعاده ويستخدمه في الشر، فيساعده في ذلك ايرلون اللي هو الجني صاحب القوه العظيمه واللي يعرف بزاف على الخاتم هذا. بون الفيلم هذا فيه دو بارتي واحد اخرين تسمى كلش 3 بارتي، ننصحكم باش تشوفوهم في 3 باسكو في 3 يستهلوا 10 من 10. الممثلين اداو الدور ديالهم كما لازم، الاخراج والتصوير كانوا قوه، والقصه تاع الفيلم هذه من افضل القصص الافلام اللي شفتها في حياتي. نروحوا للفيلم الدوزيام اللي هو ذا شاوشانك ريديبشن، فيه زو سوايع 22 دقيقه. والقصه تاع الفيلم سجينان احدهما راجل مصرفي دخل السجن ظلما، يكونان معا صداقه رائعه على مدار السنين. ولهنا راح تشوفوا الاحداث تاع الفيلم باش ما نسبويلي لكمش. الناس اللي تحب لي فيلم تاع حباس، الفيلم هذايا راح يعجبكم بزاف، سورتو لعباد اللي يحبوا لاسيري تاع بريزون براك، الفيلم هذايا راح يعجبكم بزاف. والممثلين بدعوا بزاف الدور ديالهم، سورتو الحوارات اللي كانوا في هذا الفيلم من افضل الحوارات اللي شفتها في الافلام. الفيلم الثروازيام اللي هو باتمان ذا دارك نايت، فيه زو سوايع 32 دقيقه. والقصه تاع الفيلم يبدا باتمان في محاربه العدو الجديد جوكر، اللي يسعى لنشر الذعر والشر في غوتام، ويسيي يثبت بان العيش بدون قواعد افضل. وهنا يبداو الاحداث تاع الفيلم. في هذا الفيلم دور ثانوي اللي اداه هيت ليدجر اللي ادى دور جوكر كان خير من الدور البطولي تاع كريستيان بيل، ومن قوه اللي ادى الدور ديالو كما يلزم هيت ليدجر تاثر بزاف بالدور ديالو هدايا ومرض نفسيا. وبالنسبه ليا هذا هو افضل باتمان في السلسله تاع باتمان. نروحوا للفيلم الرابع اللي هو فايت كلوب، فيه زو سوايع 19 دقيقه. والقصه تاع الفيلم ادوارد يتعرض لضغوط حتى يصل به الحال الى انه لا يستطيع النوم لفترات طويله، لكن يلقى بعض السلام في جلسات العلاج النفسي الجماعي. وهنا يتعرف ادوارد على احد الاشخاص وهو تايلر ديردن، وهنا يتحرر من الخوف ديالو من الناس، يقوم كيف كيف بانشاء نادي القتال ليجذب الكثير من الافراد المحبطين. والفيلم هذا تقدروا تقولوا من افضل 5 افلام شفتها في حياتي. الاخراج تاع الفيلم والقصه كانوا قوه بزاف، والفيلم هذا ما متعودوش حنا مخطره ما تكراش منه. الممثلين عندنا ادوارد وبراد بيت من افضل الممثلين اللي كاينين في هوليود، وخرجوا لنا هذه التحفه الفنيه اللي ما راحش تعاود في الفيلم من الاخر. نروحوا للفيلم الخامس اللي هو فورست جامب، فيه زو سوايع 22 دقيقة. والقصة تاع الفيلم فورست جامب ذو نسبة ذكاء منخفضة جدا، ترفض الوالدة ديالو إدخاله مدرسة خاصة وتدخله في مدرسة عادية، ومن هذاك الوقت هو يسيي يبين في روحه، بداية من المشاركة ديالو في حرب الفيتنام وتحوله إلى رجل أعمال يعمل في صيد الجمبري. ونخليكم أنتم تكتشفوا الأحداث تاع الفيلم، والفيلم هذايا من أفضل الأفلام اللي شفتها. الفيلم هذا راح تستمتعوا ليه كيف من الآخر، كي تكونوا تشوفوا تحسوا روحكم شفتوا سيري ماشي فيلم. تمثيل باينة ما عندي ما نهضر عليه، الممثل توم هانكس اللي فيلم ديالو قشبين، الإخراج والتصوير سورتو لي ديتاي اللي كانوا في الفيلم هذايا كانوا بزاف قوة. وننصحكم باش تشوفوا الفيلم تاع توم هانكس باسكو الفيلم ديالو كامل شابين. نروحوا للفيلم رقم 6 اللي هو انسبشن، فيه زو سوايع 28 دقيقة. والقصة تاع الفيلم كوب هو عميل من طراز خاص جدا، وفي الواقع هو متسلل الأحلام، ويقوم بتجنيده رجل أعمال فاحش الثراء يدعى سايتو، كي يقوم بالتسلل إلى عقل أحد منافسيه يدعى روبرت فيشر. ونخليكم أنتم تكتشفوا الأحداث تاع الفيلم هذايا، والفيلم هذا روعة خوتي من الآخر. الفيلم هذا واش راح نقول لكم عليه ليكيب؟ إبداع بمعنى الكلمة من الآخر. لي زاكتور غير الهاربين بوم هاردي، كيليان ميرفي، ليوناردو دي كابريو، وزيد المخرج كان كريستوفر نولان. تما ديك ما كاش كاع واش تزيد، لي زاكتور هاربين، المخرج هارب، التصوير هارب، لي زاكتور هاربين، ما كاش واش تزيد. فيلم تحفه ليكيب من الاخر. اللي شاف هذا الفيلم يعطينا رايه فيه في لي كومونتير. وبالنسبه ليا الفيلم هدايا يسحق اكثر من 10 باسكو فيلم قوه. نروحوا للفيلم رقم 7، والفيلم هدايا من اعظم الافلام اللي شفتها اللي هو انترستيلر، فيه زو سوايع 49 دقيقه، بصح ما راحش تحسوا لها. والقصه تاع الفيلم تنتشر الاطربه في بقاع الارض والامراض اللي تضرب الموارد الطبيعيه، ويصبح الجنس البشري معرض للفناء بسبب نقص الطعام وانتشار الاوبئه. وهنا تسعى مجموعه من المستكشفين بقياده الطيار كوبر الى السفر في رحله فضائيه مجهوله من خلال الثقب الاسود. والفيلم هذا بالنسبه لي افضل فيلم خيال علمي شفته. الممثل بدا في الدور ديالو، وسيرتو ليستوار تاع الفيلم اللي ما راحش تعاود في الافلام من الاخر. والناس اللي ما تحبش تشوف لي فيلم هذوك تاع يسيو يفهموا، ما كان لهش تشوفوه باسكو ما راحش تفهم. تسمى باش تفهم هذا الفيلم لازم تكون من الناس اللي يحبوا يفهموا لي فيلم كي يكونوا يشوفوا ماشي يشوفوا باش يشوفوا. وزيد الاخراج كان من كريستوفر نولان، تما فيلم روعه ليكيب وتحفه فنيه ما راحش تعاود في الافلام. نروحوا للفيلم رقم 8 والاخير اللي هو بارازيت، فيه زو سوايع 12 دقيقة. وتدور أحداث الفيلم حول عائلة عاطلة عن العمل تقيم داخل شقة فقيرة، تتغير حياتهم كليا عندما يلتحق الابن بوظيفة مدرس لابنة عائلة ثرية، وهنا يصبح جميع أفراد الأسرة الفقيرة عاملين لدى الأسرة الثرية. الفيلم هدايا فيلم كوري من أفضل الأفلام الكورية اللي شفتها في العوام الأخرين، فيه فكرة شابة بزاف، والفيلم هدايا للناس اللي تحب الأفلام الغموض راح يعجبكم بزاف. الممثلين بدعوا في الدور ديالهم، والمخرج بلا ما نهضروا. وزيد الفيلم هدايا دا أوسكار، تما يستحق المشاهدة ويسحق أكثر من 10 على 10.
ليكيب لحقنا لافان تاع هاد الفيديو، اي واحد فيكم شاف واحد من هاد الفيلم يعطينا رايو فيه في لي كومونتير، وما تنساوش تدعيو لخوتنا الفلسطينيين. اذا عجبتكم الفيديو ديروا جيم ابوني وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم الفيديو الجايين ان شاء الله كل سمانه فيديو. سلام.